يا أيها الأخوة كلمات السيد الرئيس جمال عبد الناصر. الأخ الرئيس عبد السلام عارف. أيها الإخوة، في هذه اللحظات التي نوقع فيها هذه الاتفاقية كخطوة أولى في سبيل الوحدة الشاملة، نرجو الله تعالى أن يوفقنا من أن نحقق الهدف الذي عملنا دائما من أجله، والذي عملت الأمة العربية دائما من أجله، الهدف الشعبي، الهدف القومي، وهو الوحدة الشاملة. وفي الحقيقة إن الوحدة بين العراق ومصر قائمة منذ قامت ثورة 18 نوفمبر، ونحن نعتقد أن وحدة الهدف هي الوحدة الحقيقية. منذ يوم 18 نوفمبر كانت هناك وحدة في الهدف بين العراق والجمهورية العربية المتحدة، فكلنا كنا نعمل من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة. وإننا اليوم إذ نوقع هذا الاتفاق كخطوة مبدئية في طريق الوحدة، فإننا نعني أننا نريد أن تقوم الوحدة على أسس راسخة قوية متينة، أن تقوم الوحدة على مراحل حتى تستطيع أن تقابل وتلاقي أعداء الوحدة. والشعب العربي كله يعلم أن أعداء الوحدة كثيرون. فحينما قامت الوحدة سنة 58 بين سوريا ومصر، وكانت الأمة العربية كلها ترحب بها وتساندها، كنت أشعر أننا سنقابل العداوة والبغضاء من أعداء الأمة العربية، أعداء الوحدة، الاستعمار والصهيونية والرجعية وكل الذين يريدون للأمة العربية أن تبقى مجزأة ضعيفة حتى يضربوا. وقد استطاعت الرجعية المتحالفة مع الاستعمار أن تضرب الوحدة في 28 سبتمبر، ولكن أثبت الشعب السوري البطل أن الوحدة هي الممكنة، هي الأمر الممكن، أما الانفصال فهو الأمر المستحيل، لأن الشعب السوري البطل قاوم وكافح، قاوم الرجعية وقاوم الاستعمار وقاوم الانتهازية وقاوم الذين ضللوه باسم الوحدة، ولم يكن هدفهم إلا أن يتحكموا فيه وإلا أن يحكموا سوريا. نادوا بالوحدة وهم أبعد ما يكونون عن الوحدة، ونادوا بالحرية وهم أبعد ما يكونون عن الحرية، ونادوا بالاشتراكية وهم أبعد ما يكونون عن الاشتراكية، ولكن كل هذه الظروف الصعبة التي مرت بالشعب السوري أثبتت للأمة العربية كلها وللعالم أجمع أن شعب سوريا هو الذي ناضل دائما من أجل الوحدة، شعب سوريا الذي كان دائما يمثل قلب العروبة النابض هو قلب العروبة النابض من أجل الوحدة. اليوم ونحن نوقع هذه الاتفاقية مع العراق الشقيق، نحيي شعب سوريا البطل الذي كافح من أجل الوحدة والذي أرسى مبادئ الوحدة، ونحن نعتقد أن هذه الاتفاقية هي نصر للشعب السوري الذي كافح وناضل من أجل الوحدة. إننا في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات التاريخية نرجو من الله أن يوفق الشعب السوري وأن يوفق الشعوب العربية كلها من أجل أن تتحقق الأهداف والآمال التي نادينا بها. أما شعب العراق البطل، شعب العراق الشقيق، فقد كافح كفاحا مريرا طويلا قبل 58 وبعد 58. قبل 58 في وقت حكم نور السعيد، وكنا نحارب حلف بغداد، وكان شعب العراق يحارب حلف بغداد، وحينما وقع علينا العدوان الثلاثي خرج حلف بغداد في ايام نور السعيد، خرج شعب العراق في ايام نور السعيد يقاتل
ويتظاهر وسقط منه في شوارع بغداد القتلى كما سقط منا القتلى هنا في شوارع بورسعيد. لقد ربطت بين شعب العراق وشعب مصر دائما روابط الدم وروابط الأخوة وروابط المحبة. وبعد عام 58 بعد ثورة 14 يوليو سنة 58 كافح أيضا شعب العراق من أجل الوحدة، كافح أيضا شعب العراق من أجل الوحدة وبذل الدم وبذل الأرواح. وبعد هذا بعد ثورة 14 رمضان كافح أيضا شعب العراق من أجل الوحدة حتى قامت ثورة 18 نوفمبر بقيادة الأخ الرئيس عبد السلام محمد عارف وإخوانه الأبطال المخلصين الذين نظروا أنفسهم للعروبة، نظروا أنفسهم للوحدة العربية. إن الوثيقة التي نوقعها اليوم هي نصر لشعب العراق البطل الذي قاوم نور السعيد وقاوم عبد الكريم قاسم وقاوم الانحراف البعثي فانتصر. نرجو الله أن ينصره دائما نصرا عزيزا نصرا كريما. أما الشعب المصري فهو شعب يعمل دائما من أجل الوحدة ويكافح من أجل الوحدة، ولم تكن ثورة 23 يوليو سنة 52 إلا الثورة العربية التي أرادت أن تعيد الشعب إلى مكانه الطبيعي، الشعب المصري العربي. هذه الاتفاقية هي نصر لأهداف الشعب المصري، نصر لأهداف الشعب المصري العربي، بل إن هذه الاتفاقية التي تعتبر خطوة في سبيل الوحدة هي نصر لكل الشعوب العربية، نصر لتحالف الشعوب العربية التي تنادي بالوحدة. والله يوفق الأمة العربية كلها، والله يهدينا، والله يوفقنا من أجل تدعيم هذه الوحدة تدعيما قويا. والسلام عليكم. وبعد أيها الأخوة المواطنون، فقد استمعتم إلى الكلمتين اللتين ألقاهما الرئيس عبد السلام محمد عارف والرئيس جمال عبد الناصر بعد توقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، بين الشعبين الشقيقين، الشعب العراقي والشعب العربي في الجمهوريات العربية المتحدة.